أشكو النوى ولهم من عبرتي عجب، كذاك كنت وما أشكو سوى الكلل، وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل، والهجر أقتل لي مما أراقبه أنا الغريق، فما خوفي من البلل. المتنبي الذي ملأ الدنيا شعراً وسحر العقول قبل الأسماع بشعره وفلسفته وقلقه أيضاً، كان يشكو في أبياته التي بدأنا بها الحلقة من المستحيل، رغم أنه الشاعر الذي لا يتوقف طموحه عند شيء، إلا أنه وجد في خولة هي أخت سيف الدولة، وجد فيها حباً مستحيلاً، وهذا ما ذكر كثيراً في أخبار العرب، فهي التي يهوى زيارتها ولكن دونها رماح قومها، وهو الغريق الذي بات لا يخشى من الغرق، فجاء لينشد القصيدة في مجلس سيف الدولة.